بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب برايمري 6. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن يونت 2 كونسبت 2 ليسون 1. هنا بنتكلم اكتر عن الهيت انرجي، وبنقول ان الهيت انرجي is transferred when two objects، الطاقة الحرارية بتنتقل لما جسمين with different temperatures، لما يكون درجات الحرارة فيهم مختلفة، come in contact، يحصل ما بينهم تلامس with each other. ولازم يبقى واضح ان درجة الحرارة بتنتقل من الاعلى للاقل في درجة الحرارة. يعني لو احنا افترضنا ان ادي الجسمين معانا دوت 70 ديجري، 70 سلسيوس ديجري، ودوت 30 سلسيوس ديجري، فالحرارة تتنقل من مين لمين؟ لازم يبقى واضح بالنسبة لك الحرارة تتنقل من الهاير لللور. لغاية امتى؟ لغاية اما الاتنين يبقوا ايكوال، ده يبقى 50 وده يبقى 50، فساعتها يتوقف انتقال الحرارة. طيب لو انت جيت قست الحرارة ولقيت هنا بقت 48 وهنا 48، الدرجتين دول راحوا فين؟ ضاعوا فين؟ يبقى احنا اول حاجة لازم تبقى فاهم ان احنا بنجمع الدرجات بتاعة الحرارة وبنقسمها على 2، لانها في الاخر هتتقسم على الجسمين دول. طيب لو لقيتها اقل يبقى في جزء منها transfer to the air او transfer to the container، اتنقل ل الهواء او اتنقل للوعاء اللي هما فيه. فبنقول هنا look at the lizard، بص كده على السحلية ديت، sitting on the rock in this photo، هي قاعدة على الصخرة في الصورة ديت. ف the rock absorbs thermal energy from the sun rays، الروك في الأول امتص طاقة حرارية من الشمس. ال molecules of rock move faster، ما احنا اتفقنا لما بتكتسب طاقة حرارية المادة بال molecules الجزيئات هتتحرك بطريقة أسرع. بعد كده جت قعدت عليها ال lizard، ف the skin of lizard absorb thermal energy that is released from the rock، لما حصل تلامس ما بين الليزرد والروك، الروك هي الأعلى في درجة الحرارة، فبدأت الحرارة تنتقل من الهاير لللور، من الروك للليزرد. The molecules of rock will move slower، ف هنا بما ان الروك فقدت حرارة، فالموليكيولز معناها ان هي فقدت حرارة يعني فقدت energy، فبدل ما كانت move faster فهتبقى move slower. while the molecules in the skin، والmolecules اللي موجودة في الجلد بتاع الليزرد will move faster. طيب جميل، هنا بقى هنتكلم عن ironing اللي هو كي الملابس. فبنقول ان thermal energy transfer from the object with higher temperature to the object with lower temperature. There are two types of materials according to their ability to transfer thermal energy. في نوعين من المواد بحسب قدرتهم على نقل الحرارة. Which are thermal insulators يعني عوازل حرارة and thermal conductors يعني موصلات حرارة. The thermal conductors هي ال good conductors of heat، هي اللي بتوصل الحرارة، وهي materials allow thermal energy to transfer through، تسمح للحرارة تنتقل فيها زي الميتالز، أنواع المعادن such as iron. طب الثيرمال انسليتورز هم الباد كوندكتورز اوف هيت يعني رديء توصيل الحرارة، materials that resist بتقاوم transfer of thermal energy زي البلاستيك. فانت والخشب طبعا، تيجي انت مثلا تبقى مولع خشبة، انت ماسكها بطرف ايدك والحرارة مش مأثرة على ايدك، انت طبعا ماسك الخشبة من الناحية التانية. لكن لو في معدن ملامس لحرارة وانت جيت تلمس المعدن ده، هتلاقي ايدك اتلسعت من الحرارة ديت. فهنا علشان تبقى ببساطة الموضوع بالنسبة لنا، يبقى thermal conductors و thermal insulators، زي ما كان في electric conductors وكان في electric insulators، نفس الفكرة بالظبط. فهنا في الالكتريك ايرون في المكوة الكهربية بنقول ان الايرون is a thermal conductor، هو موصل حرارة that transfers the heat، بينقل الحرارة of the electric iron to the cloth، لما بتحطها على الهدوم هي بتنقل الحرارة للهدوم وبتسخنها وبتفردها in order to
to ironing it. ironing it يعني كي الملابس. بعد كده البلاستيك هو باد كونداكتور، فانت تبقى ماسك المكوى من الدراع البلاستيك الهاندل بتاعها ومفيش مشكلة خالص. فالبلاستيك is a thermal insulator، هو عازل حراري. that doesn't allow heat to transfer through، لا يسمح بالحرارة تنتقل فيه. so you can hold it without feeling the hotness، وتقدر تمسكها بدون الشعور بالحرارة of the electric iron. some properties of heat، فبنقول ان الهيت is an essential component of life on earth، الحرارة دي مكون أساسي على سطح الأرض، وقلنا إن من غير الحرارة بتاعت الشمس كان كل الكائنات اتجمدت. number two heat flows from a hotter object to cooler object. number three heat can't be lost، الحرارة مش بتفقد بس هي بتتنقل من جسم لجسم. but it is only transferred. number four in any substance has thermal energy even the cold substances، كل المواد بيبقى عندها طاقة حرارية حتى ال cold substances. وديت اللي بتخلي المولكيولز اللي فيها تعمل vibrate وهي في مكانها. as they have molecules that always move. بعد كده هنروح ل lesson 2 how does matter become warmer، هنعرف المادة ازاي بتبقى دافية. matter gets warmer by transferring of thermal energy from hotter matter to cooler that is known as heat. يبقى انتقال الحرارة من الجسم الساخن للجسم السائع دوت بنسميه heat، حرارة. example زي الطبق ده كده في اكل لسه سخن، فبنقول when a hot food is left on a table for some time it gets cold، ليه الأكل بعد شوية بيبرد؟ because the heat flows from the hot food to the cooler air around it، الحرارة اتنقلت للهواء البارد فالطبق فقد حرارته، الأكل فقد حرارته. so heat is transferred when there is a temperature difference between two objects، لازم يكون اختلاف في اختلاف حرارة ما بين جسمين. and it flows from the hotter object to the cooler one، تتنقل من الجسم الساخن للبارد. until both objects reach the same temperature that is known as thermal equilibrium اللي هو الاتزان الحراري. بعد كده ادي هنا الجسم دوت ده الهوت وده الكولد، فالحرارة اتنقلت من الهوت للكولد فبقى هما الاتنين equal. the heat transfers from higher temperature اللي هو object A to lower temperature object B، طبعا كلام سهل خلاص وانتوا بفضل الله بقيتوا فاهمينه. until they are equal in temperature، لغاية ما يوصلوا لتعادل في درجة الحرارة. in this activity هنعمل activity مع بعض، ان احنا هنجيب two jars يعني كوبايتين، وواحدة فيها مية سخنة وواحدة فيها مية ساقعة، وهنجيب كوباية فاضية نجمع فيها المية الساقعة والمية السخنة فنشوف مع بعض. فبنقول you will explore thermal equilibrium اللي هو التوازن الحراري. you will find the final temperature of the water when you mix hot and cold together. هنلاحظ ايه بقى الخطوات بتاعتنا. الاول place equal amounts of hot and cold water in two beakers، هنحط كميات مية متساوية في إناءين أو وعاءين. record the temperature of each beaker using a thermometer، قيس درجة حرارة كل بيكر والمية اللي فيه. combine the water from the two beakers into the third beaker use a glass rod، وبعد كده استخدم بقى الجلاس رود اللي هو قطعة زجاج كده to gently mix them عشان تخلطهم مع بعض كويس. بعد كده number 4 measure the temperature of the third beaker، قيس بقى درجة حرارة third beaker. wait 3 minutes and record the final temperature، بعد 3 دقايق كده شوف بقى الفاينل تمبريتشر هتبقى بكام. فهنلاحظ الآتي ان التمبريتشر بتاعت الهوت ووتر كانت 50 والكولد ووتر كانت 10 سلسيوس ديجري.
الافريج تمبريتشر بتاعتهم يعني متوسط الحرارة بتاعتهم، هنجمع الحرارتين 50 بلس 10 ديفايدد 2 ونقسمها على 2، هتطلع معانا 30 سلسيوس ديجري. فبنلاقي افتر ميكسينج يعني بعد الخلط على طول، لقينا الـ immediately after mixing كانت 45، ما هو لسه بقى درجة الحرارة بتتنقل. after 3 minutes الـ final temperature لقيناها 27، هنا هنخليها 27. فبنقول الـ observation هنلاقي إن الـ final temperature after mixing is between the two starting temperature، يعني الـ final temperature هتبقى ما بين التو تمبريتشر، يعني هنا دي 10 ودي 50، فالفاينل تمبريتشر هتبقى ما بين الرقمين دول اللي احنا قلنا هتبقى 27، والفاينل تمبريتشر was nearly the same as the average temperature، تبقى مقاربة للافريج تمبريتشر اللي هي 30. الconclusion بنستنتج ان ال heat flows from warmer object to the cooler object until the two object have the same temperature. When this happens، سؤال، بنقول the two objects are said to be at thermal equilibrium، اللي هما لما يحصل بقى انتقال الحرارة دوت، فبالتالي الجسمين يتعادلوا ويحصل اتزان حراري. Notes: some cases the final temperature is less than average temperature. أحيانا نلاقي إن ال final temperature أقل من ال average. ليه؟ هنقوله because there is some thermal energy transfer to the air or to the container. After mixing نلاحظ إن ال molecules of hot substances become slower وال molecules of cooler substance become faster. كده بفضل الله نكون خلصنا لسون 2 وليسون 1. دعواتي للجميع بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.